Hello everyone. Welcome to English with Teacher Aziz channel. How are you doing? I hope you are fine. Before starting our new lesson, please click on the subscribe button to get informed with new videos. Hello everyone. نسبة هذا الفيديو هذه تكون مخصصة لتصحيح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2020 في مادة اللغة الإنجليزية شعبة الآداب والعلوم الإنسانية مسلك العلوم الإنسانية لمدة الإنجاز هي 3 ساعات والمعامل هو 3. الطريقة اللي غادي نصحوا بها الامتحان غتكون على الشكل التالي: أولا غادي نقرأ النص من الفقرة الأولى حتى لآخر فقرة ونشرح لكم المصطلحات اللي فيه وباش تكون فكرة على النص علاش كيهضر. ثانيا غادي نستخرجوا الأسئلة ديال النص نخرجوهم كاملين بهم وغادي نصحوهم مع بعضياتنا، وفي الأخير غادي نمشيو للأسئلة ديال اللانجويج أو أسئلة اللغة عاود نفس الشيء غادي نصحوهم، وهذا الشيء كامل غادي يعطيكم فكرة على النقطة ديالكم إن شاء الله كيفاش غادي تكون، وغتعطيكم أيضا فكرة على الأجوبة ديالكم شنو هما المكامن شنو هما الأجوبة الصحيحة اللي جاوبتو اليوم شنو هما الخاطئين إلى آخره. ولكن قبل من هذا الشيء كامل ما فيها بس أننا نتعرفوا شحال من باراغراف عندنا في هذا النص. عندنا أولا عندنا باراغراف نمبر 1 عندنا فقرة الأولى، باراغراف نمبر 2 يعني الفقرة الثانية، باراغراف نمبر 3، باراغراف نمبر 4، and باراغراف نمبر 5. يعني في الإجمال عندنا 5 ديال فقرات. إذا على بركة الله غادي نبداو قراءة الفقرة الأولى. The Brazilian journalist Sebastião Salgado and his wife Lilia decided to show that dedicated people can make a change. بمعنى عندنا جوج ديال الشخصيات، الشخصية الأولى هو The Brazilian journalist، هو الصحافي البرازيلي المسمى Sebastião Salgado، and his wife وزوجته ليليا. decided يعني قرروا to show that dedicated people باش يبينونا بأن الناس اللي كيكرسوا الحياة ديالهم من أجل الخير can make a change بإمكانهم أنهم يقوموا بالتغيير. they were able يعني كانوا قادرين to completely restore an entire forest يعني كانوا قادرين أنهم يحييوا واحد الغابة كاملة بأكملها that had been devastated by human action. هاد الغابة هادي كانت تعرضت للتخريب من طرف أعمال ديال الإنسان. in their hometown. hometown كتعني مسقط الرأس اللي كيتواجد في Minas Gerais in Brazil، واحدة ديال المنطقة كتسمى Minas Gerais في دولة برازيل. دابا ننتقلوا للفقرة الثانية. upon returning to his homeland from a duty as a journalist in Rwanda. بعد ما رجع لمسقط الرأس ديالو بعد ما قام مهمة صحفية في دولة رواندا، سالغادو felt very sad when he found the forest was lost and the animals had gone. يعني سالغادو حس بواحد الحزن ملي لقى بأن الغابة ضاعت والحيوانات ما بقوش في ديك الغابة. It was not the tropical paradise that he remembered as a child. يعني ما كانش هذه الغابة الاستوائية اللي كان كيتذكرها في مرحلة الطفولة ديالو، يعني كان عاش فيها وشافها في الطفولة ديالو. Then his wife came up with a fabulous idea of replanting the forest. يعني في ديك اللحظة الزوجة ديالو جاءت بواحد الفكرة رائعة اللي هي إعادة تشجير الغابة. Something which they started later in 1994. يعني هاد المهمة هادي ديال التشجير ديال الغابة بداوها في أواخر ديال سنة 1994. Salgado said the land was as sick as I was. شنو قال سالغادو؟ قال بأن الأرضية كانت مريضة كما كان هو مريض. Everything was destroyed. يعني كل شيء دمر. Only about 0.5% of the land was covered with trees. يعني فقط 0.5% من الأراضي كانت مغطاة بالأشجار. And when we began to do that, يعني ملي بدينا أو ملي بداو تشجير, all the insects, birds and fish returned. يعني جميع الحشرات والطيور والأسماك رجعوا للمكان ديالهم الأصلي أو رجعوا للغابة. This was the most important moment. وكانت هذه أهم لحظة بالنسبة ليهم.
دابا انتقلوا للفقرة الثالثة to make their dream come true. من أجل تحقيق الحلم ديالهم سالغادو and his wife recruited partners to plant trees. سالغادو والزوجة ديالو قاموا باستئجار شركاء من أجل أنهم يزرعوا أشجار. They also raised funds for their projects. قاموا كذلك بالحصول على دعم من أجل المشروع ديالهم. Also in April 1998 كذلك في أبريل 1998 They founded the Instituto Terra يعني قاموا بإنشاء Instituto Terra وهي a small organization that has since planted 4 million trees يعني وهي منظمة صغيرة اللي قامت منذ النشأة ديالها بزرع 4 مليون ديال الأشجار and has brought the forest back to life ورجعوا الحياة لديك الغابة Through the Instituto Terra من خلال هذه المنظمة اللي كتسمى Instituto Terra the couple managed to replant 2.7 million trees over two decades يعني هاد الزوج the couple بمعنى هاد الزوجين قاموا وكانوا قادرين انهم يعيدوا التشجير ديال 2.7 مليون ديال الاشجار خلال عقدين من الزمن They have completely transformed the environment back to its original condition. يعني تمكنوا بشكل مطلق بشكل كامل انهم يرجعوا بيئة في ديك المنطقة الحالة الأصلية ديالها. An entire ecosystem was built again thanks to this organization. يعني واحد نظام بيئي متكامل تم إنشاؤه مرة أخرى بفضل هاد المنظمة. Thanks to كتاني بفضل. Now the forest is thriving with animals and wildlife. والآن هذه الغابة يعني مليئة بالحيوانات وحياة البرية. 172 bird species بمعنى 172 نوع من الطيور. 33 species of animals 33 نوع من الحيوانات. 293 species of plants 293 نوع من النباتات. And 15 species of reptiles have returned. 15 نوع ديال الزواحف اللي رجعوا هذا بالنسبة باراجراف نمبر 3 دابا غنشوفوا باراجراف نمبر 4 The process has provided Salgado with one of the answers to climate change بمن هاد العملية هادي مكنات سالغادو واحد بواحد من الأجوبة اللي كتعلق بالتغير البيئي He believes that we have a solution يعني هو كيعتقد بأنه لدينا حل We need to replant the forest محتاجين أننا نعيد التشجير ديال الغابة You need forests with native trees if you want the serpents and other insects to come back يعني خصنا غابات أشجار أصلية إذا أردتم أن الثعابين والحشرات الأخرى أنها تعود لهذه الغابات أنها ترجع And if you plant forests that you don't belong to the area وإلا قمنا بتشجير غابات اللي ما كتنتميش لديك المنطقة the animals don't come there and the forest is silent كنتيجة أن الحيوانات ما غاديش يرجعوا وبالتالي غتبقى غابة صامتة من الحياة ما فيها حتى شي حاجة هذا بالنسبة لباراجراف نمبر 4 دابا نشوفوا باراجراف نمبر 5 The reforestation effort of Sebastiao and Lilia is incredible يعني الطريقة اللي أنه إعادة تشجير أو المجهود اللي بدلوا سيباستيا وليليا من أجل تشجير ديال الغابة هو incredible يعني رائع جدا But it will only last if people learn to respect the importance of ecosystems ولكن هذه العملية دي اللي قاموا بها يعني ما غاديش تبقى إلى ما كانوش الناس تعلموا أنهم يحترموا أهمية ديال النظام البيئي That's why the couple started the Center for Environmental Education and Recovery. علاش هاد الزوجين يعني نشأوا مركز للتربية البيئية سنة 2012. The aim is to educate farmers, teachers, businesses and government officials about environmental recovery. The aim is to educate farmers. يعني الهدف من هاد المركز هو تعليم المزارعين أو الفلاحين teachers يعني الأساتذة والأستاذات businesses مقاولات مثلا أو كل ما يتعلق بالمجال ديال الاقتصاد and government officials المسؤولين الحكوميين about environmental recovery and conservation techniques يعني باش تكون انتعاشة بيئية لإلمام تقنيات المحافظة على البيئة
The hope is that you will inspire those working near the forest to adopt more sustainable practices. يعني الأمل هو أنهم يكونوا بحال مصدر الإلهام ديال دوك الناس اللي كيخدموا حدا الغابة دوك الغابات باش يتبناو ممارسات مستدامة. Many organizations and individual volunteers are doing their best to protect the forest worldwide. يعني مجموعة من منظمات والناس اللي هما متطوعين، أشخاص متطوعين are doing their best، يعني كيقوم بمجهود ديالهم to protect the forest worldwide، يعني باش يحميو الغابة جميع أنحاء العالم. The world needs more individual support and involvement to save the planet. يعني العالم يحتاج إلى دعم من الأفراد والانخراط من أجل حماية يعني الكوكب ديالنا. إذا كان هذا شرح ديال الفقرات كاملين من paragraph number 1 حتى paragraph number 5. دابا غادي ننتقلوا للأسئلة ديال النص. So let's start with the comprehension questions. إذا نبداو مع الأسئلة ديال النص. دابا السؤال الأول question number 1 choose the right answer. بمن اختار الجواب الصحيح. The text is about النص حول هذه ثلاثة الاختيارات هنا. Number 1 the life of a Brazilian family in the forest. يعني حياة عائلة برازيلية في الغابة. Number 2 the efforts of a family to save the forest in Brazil. بمعنى المجهودات التي تقوم بها عائلة من أجل إنقاذ الغابة في البرازيل. Number 3 a family starting an environmental center in Brazil. بمعنى عائلة تبدأ أو تنشئ مركز بيئي في البرازيل. إذا الجواب الصحيح هنا the right answer is Number 2 the efforts of a family to save the forest in Brazil. إذا كتبتوا هذا الجواب هذا كتربحوا نقطة. هذا بالنسبة للسؤال A. Now we move to question B. Are these statements true or false? Justify. بمعنى واش الجملة صحيحة أو خطأ. إذا كان صحيح علي الجوابك كان خطأ علي الجوابك. يعني في كلتا الحالتين خصنا نعطيو تحليل طبيعة الحال من النص. نبداو بالجملة الأولى. 1 Salgado thought about replanting project when he was in Rwanda. بمعنى هذا Salgado فكر في المشروع ديال إعادة التشجير عندما كان في رواندا. إذا الجواب الصحيح هنا هو false. Upon returning to his homeland from a duty as a journalist in Rwanda. الجواب الصحيح هو أنه عندما رجع من مهمة صحفية في رواندا. والجواب كيتواجد في الفقرة الثانية ثم كتلاحظوا Upon returning to his homeland from a duty as a journalist in رواندا. إذا هذا هو الجواب الصحيح لهذا السؤال. Now we move to second sentence. Now نشوف الجملة الثانية. The Salgado couple started the replanting project in 1998. بمعنى أن زوجين بدأوا عملية تشجير أو مشروع تشجير ديال الغابة سنة 1998. إذا الجواب الصحيح هنا هو false. Justification التالي هو which they started later in 1994. إذا الجواب هو كتلاحظوا في الفقرة الثانية. Then his wife came up with the idea of replanting the forest, something which they started later in 1994. Now we move to question number 3. Other people worked with the Salgado couple to replant trees. بمعنى أشخاص آخرين عملوا مع الزوجين من أجل إعادة التشجير. إذا الجواب الصحيح هنا هو true. Many organizations and individual volunteers are doing their best to protect the forest worldwide. بمعنى مجموعة من منظمات ومتطوعين يقومون بأفضل ما لديهم من أجل حماية الغابة حول العالم. إذا الجواب كأنتم تلاحظوا يتواجد في الفقرة الخامسة. Many organizations and individuals. إذا كتبتوا هذا الجواب هذا وهذه الجملة هذه فكتعتبر الجواب ديالكم صحيح. كتربحوا به النقطة كاملة. إذا احنا كملنا مع السؤال ديال true or false justify. We move to question C. Answer these questions, which means أسئلة مباشرة من النص. نبدأ السؤال الأول. Why was Salgado sad when he returned to his hometown? يعني لماذا كان Salgado حزينا عندما رجع إلى موطنه الأصلي؟ الجواب الصحيح هو Because he found everything was destroyed. لأنه لقى كل شيء مدمر. الجواب الذي تلقاه في الفقرة الثانية تحت الصورة مباشرة. The land was as sick as I was. Everything was destroyed. يعني ممكن أنكم تكتبوا هذا الجواب هذا وهو اللي تعتبر جواب صحيح. يعني لو كتبتوا هذا الجواب هذا فكتربحوا نقطة كاملة. Number 2 Who first suggested the idea of replanting the forest? يعني شكون اللي اقترح لأول مرة فكرة إعادة تشجير الغابة؟ إذن هي Salgado's wife.
يعني زوجة سالغادو. إذا الجواب كيتواجد في الفقرة الثانية. Then his wife came up with the fabulous idea of replanting the forest. إذا هذا هو الجواب الصحيح ديال هذا السؤال هذا. إلا كسبتوا هذه الجملة هذه فغادي تربحوا النقطة كاملة. Question number 3. How did the Salgado couple finance the replanting project? يعني كيفاش تمكن سالغادو من تمويل مشروعهم لإعادة التشجير؟ إذا الجواب الصحيح هو by raising funds بمعنى عن طريق الحصول على تمويل من أطراف أخرى. إذن هو الجواب الصحيح كيتواجد في الفقرة الثالثة. They also raise funds for their project. إذن هذا هو الجواب صحيح. Question number 4. Why did Salgado and his wife start the Center for Environmental Education and Recovery? يعني لماذا قام سالغادو وزوجته بإنشاء هذا المركز اللي كيتني بالبيئة والتربية البيئية. The aim is to educate farmers. إذا الهدف هو تعليم المزارعين teachers, businesses and government officials about environmental recovery and conservation techniques. إذا هذا هو الجواب الصحيح بالنسبة للسؤال الرابع. إذا الجواب هتلقاه في الفقرة الخامسة هو في السطر الثالث. The aim is to educate farmers, teachers من النقطة للنقطة. إذا كتبتوا الجملة هذه فكتعتبر الجواب ديالكم صحيح وبالتالي كتحصلوا على النقطة كاملة. إذا الآن ننتقلوا للسؤال دي. Complete the following sentences. بما أنه كيعطيكم نصف الفكرة خصكم تكملوا النصف الثاني للفكرة انطلاقا من النص طبيعة الحال. إذا الجملة الأولى عندنا when Salgado was a child the forest. يعني عندما كان Salgado طفلا صغيرا the forest was a tropical paradise بما أنه كان جنة استوائية. بالنسبة number 2. Animals like serpents and insects will come back to the forest only if. يعني الحيوانات مثل الحية مثلا أو التعابين والحشرات يعني غادي يرجعوا للغابة فقط إذا هذا هو الجواب بالنسبة للسؤال الثاني ديال question D. بمعنى إذا جاوبتوا على السؤالين بجوج بهم كتربحوا جوج ديال النقط بمعنى النقطة لكل جواب صحيح. Now we move to question E. Find in the text words or expressions that mean the same as. يعني الأمر كيتعلق بمرادفات بمعنى كيعطوكم كلمة خاصك تمشي النص وتقلب على الكلمة اللي عندها نفس المعنى. إذا نبدأ بالكلمة الأولى destroyed بمعنى دمارة كتوجد في باراجراف نمبر 1. إذا الجواب الصحيح هنا هو devastated عنده بنفس المعنى. بالنسبة للسؤال الثاني brilliant قال لكم بأن الجواب كيتواجد في الفقرة الثانية. إذا الجواب الصحيح هنا هو fabulous عندهم نفس المعنى brilliant fabulous يعني رائع. بالنسبة للكلمة الثالثة protection والجواب كيتواجد في الفقرة الخامسة. إذا الجواب الصحيح هو conservation بمعنى المحافظة أو الحماية. إذا كتبتوا هذه الأجوبة هذوما فبالتأكيد كتحصلوا على ثلاثة نقاط كاملة بمعنى نقطة لكل جواب صحيح. Now we move to question F. What do the underlined words in the text refer to? بمعنى شنو الكلمات المسطرة على مدى على من تعود. إذا نبدأ بالكلمة الأولى اللي هي the organization paragraph number 3. Organization كتعني منظمة. إذا شنو المنظمة اللي مذكورة في paragraph number 3 هي Instituto Terra. بالنسبة للكلمة الثانية the couple وكيتواجد في paragraph number 5 اللي مقصود به هو Sebastião and Lilia بمعنى الزوجين اللي مذكورين في النص هما هذوما the couple Sebastião and Lilia. بما إلا عطيتوا الجوابين اللي مذكورين هنا والمكتوبين بالأحمر فكيتعتبر الجواب ديالكم صحيح وبالتالي كتحصلوا على جوج نقط بمعنى نقطة لكل جواب صحيح. إذا كان هذا كان كل شيء بالنسبة للأسئلة ديال النص. دابا غادي ننتقلوا للاسئله ديال لانجويج. Now we move to the language part. دابا غادي نمشيو للجزء الثاني ديال الامتحان الوطني اللي كيتعلق باسئله اللغه. وغنبداو بالسؤال الاول fill in the gaps with the appropriate collocations بمعنى املاء الفراغ بمتلازمات اللفظيه المناسبه او بالمصطلحات المناسبه. غادي نبداو بالمصطلح الاول اولا نشرحوهم من بعد غادي نشوفوا الاجوبه الصحيحه. نمبر 1 social support بمعنى الدعم الاجتماعي. Computer technologies بمعنى تكنولوجيا كمبيوتر أو الحاسوب. Local customs العادات المحلية. Young people يعني فئة الشباب. Generation gap فجوة ما بين الأجيال. Financial difficulties بمعنى صعوبات مادية.
voluntary work, عمل تطوعي. Now we move to the first question. The new have helped people do their work efficiently. بمعنى واحد الحاجة اللي تما ساعدت الناس انهم يقوموا بالعمل ديالهم بشكل فعال. بالنسبة للجملة الاولى، الجملة الثانية. The government should make more efforts to engage in political life. بمعنى الحكومة يجب على الحكومة ان تقوم بمجهودات اكثر من اجل ادماج في الحياة السياسية. الجملة الثالثة. Most entrepreneurs face when they start their business. Most entrepreneurs now, يعني المقاولين، أغلبية المقاولين يواجهون when they start their business، ملي كيبداو أعمال ديالهم أو المشاريع ديالهم. Number 4. The Ministry of Tourism produced this documentary to promote the، يعني أن وزارة السياحة قامت بإنتاج هذا الوثائقي من أجل تشجيع and traditions من التقاليد. إذا الجواب الصحيح بالنسبة للجملة الأولى هو computer technologies. بالنسبة للجملة الثانية young people. الجملة الثالثة financial difficulties. والجملة الأخيرة local customs. إذا نحن كملنا مع question A. Now we move to question B. Put the words in brackets in the correct form. بمعنى الكلمات اللي بين قوسين ونحولهم الصيغة المناسبة. هنايا الامر كيتعلق بالدرس ديال prefixes and suffixes. نبداو بالجمله الاولى. Every year كل سنه our school organizes different educational and culture days. يعني المؤسسه ديالنا او المدرسه ديالنا كتنظم ايام تعليميه. وعندنا بين قوسين culture، يعني خصنا نعرفوا الجواب ديال الصحيح ديال هنايا هو cultural، يعني ايام ثقافيه. الجمله الثانيه because our students have a sense of and are responsible. لأن تلاميذنا لديهم حس responsible بمعنى مسؤول. They always volunteer to clean our school. يعني دائما كيتطوعوا من أجل تنظيف مؤسستنا. إذا الجواب الصحيح هنا هي أنه تلاميذنا لديهم حس مسؤولية، لأن يعني responsibility. جو السؤال الموالي question C. Fill in the blanks with the correct words from the list. يعني كيعطوكم هنا اختيارات، مطلوب منكم أنكم تعطيو الجواب الصحيح أو تختار الجواب الصحيح. أنا رشيدة miss her interview tomorrow because she needs the job to support her family. أنا رشيدة تضيع المقابلة العمل اللي عندها غدا لأنها تحتاج إلى العمل من أجل دعم العائلة ديالها. إذن عندنا ثلاثة الاختيارات هنا. يعني الاختيار أول needn't، الاختيار الثاني هو wouldn't، والاختيار الثالث هو shouldn't. إذن هنا يتعلق الأمر ب ما يسمى models أو model verbs. شوفوا الجملة الثانية. Local authorities should give priority to areas suffer from poverty and crime. بمعنى السلطات المحلية يجب على السلطات المحلية أن تعطي الأولوية لأماكن التي تعاني من الفقر والجريمة. إذا عندنا هنا ثلاثة ديال الاختيارات، عندنا whose، عندنا اختيار الثاني which، وعندنا اختيار الثالث اللي هو whom. إذن هو زويتش هم، وأن أمر كيتعلق بالدرس ديال relative pronouns. إذن نشوفوا رجع الجملة الأولى. الجواب الصحيح هنا هو بالنسبة للجملة الثانية، والجواب الثاني هو which. Now we move to question D. Put the verbs in brackets in the correct tense. بمعنى الأفعال بين قوسين خصنا نحولهم للزمن المناسب، لأن الأمر كيتعلق بالتنسز أو الأزمنة. إذا نشوف الجملة الأولى. When I got to the office, the meeting already start. الجملة الثانية. By the end of next August, I spent 4 years in Morocco. إذا نطلب منكم الأفعال بين قوسين خصكم تحولهم للتنس الصحيح أو الزمن الصحيح. غنتابعوا واحد المسألة هنايا. بالنسبة للجملة الأولى عندنا جوج ديال المصطلحات تمنا already وعندنا start. انتبهوا هنا لأن الفيرب هنا هو start و already، هذا ما يدل على الزمن أو كلمة دالة على الزمن. بمعنى already كتدل على، كتقول لي بأن الفيرب خصنا نصرفو لواحد الزمن. إذا الأمر كيتعلق هنا ب had already started. بمعنى الفيرب هنا ملي كنشوف already وكنشوف بأن الجملة الثانية اللي فيها when I got
the office يعني منين وصلت للمكتب. هنا got هو simple past وعندنا start خصنا نحولو past perfect simple بمعنى هنا يعني جوج ديال actions بجوج بهم كيوقعوا في الماضي ولكن واحد الاكشن واحد الحدث كيوقع قبل من الاخر. اذا الحدث اللي كياخد اللي كيوقع هو الاول يعني من خلال الترتيب ديال منطقي التسلسل المنطقي ديال الاحداث الفيرب الاولي كنحولو للباست بيرفكت سيمبل بينما الفيرب الثاني كنحولو للسيمبل باست. وهذه المسائل اللي خاصكم تركزوا عليها ملي كتعرفوا باش تعرفوا اش من فيرب اش من تنس غادي نستعمل في هذا الفيرب. اذا هنايا استعملنا فيرب باست بيرفكت سيمبل هذا بالنسبه للجمله الاولى. الجمله الثانيه by the end of next August I spent 4 years in Morocco. الكلمة الدلالة على الزمن اللي عندنا هنايا by the end of next August يعني by the end هنايا يعني غادي نشوفها نعرف بأن الأمر كيتعلق ب future perfect simple وبالتالي الجواب ديالنا هو will have spent بمعنى by the end of next من هنا نهاية غشت. اوكي إذا هنايا واحد الحدث اللي غادي يوقع في الفيوتشر ومحدد في الزمن وبالتالي مني كنشوفو ديك باي كتعني من هنا لذلك الوقت يعني من الآن يعني من الآن حتى ذلك الوقت يعني الأكشن كتحد في الفيوتشر باستعمال هاد النوعية ديال indicator of time أو ما يدل على الزمن. إذن هذه الطريقة اللي خاصكم تعلموها من خلال التعامل مع الأسئلة ديال أزمنة or tenses. بالمناسبة راه عندنا في القناة مجموعة من الأزمنة المشروحة بشكل واضح وفيها الكلمات الدالة على الزمن يعني فوقاش يعني شرحت لكم كل تنس على حدة الاستعمالات ديالو القاعدة ديالو راه عندكم تما غادي تلقاو غادي ننزل لكم هادشي كامل في صندوق الوصف بالإضافة للتمارين اللي كتعلق بهاد النوعية ديال الأسئلة باش تمرنوا عليها وتعرفوا كيفاش تتعاملوا مع هاد النوعية ديال الأسئلة. دابا نشوفو السؤال الموالي اللي هو question E rewrite the following sentences as indicated. إذا هنايا عندنا ثلاثة ديال الجمل. الجملة الأولى هي the interview will be at the director's office the secretary said بمعنى قال لك هاد الجمل هادوما خاصكم تحولوهم لما يناسب. نشوفو الجملة الثانية the school clubs organize an interesting environmental campaign بمعنى الأندية المدرسية نظمت حملة بيئية. الجملة الثالثة most countries close schools because of the spread of COVID-19 يعني أغلبية المدارس سدوا الأبواب ديالهم بسبب انتشار وباء COVID-19. إذا نرجع للجملة الأولى هنايا عندنا ثلاثة ديال الجمل وكل جملة كتمثل لنا درس. إذا التحدي اللي عندكم هنايا هو أولا تعرف اش من درس وثانيا اش من حالة في الدرس. مثلا في الجملة الأولى بداو لكم الجمل بحال شكل The secretary told Amin that يعني ملي كنشوف السادة told نعرف بأن الأمر كيتعلق بريبورتيد سبيتش. إذا الجواب الصحيح هو The interview would be at the director's office. هنا will كترجع would انتم كتلاحظوا الحاجه الوحيده اللي بدلنا هنا هي ويل كترجع وود وهذا الشيء كيتعلق بالدرس ديال ريبورتيد سبيتش اللي خاصكم تكونوا عارفين التغييرات اللي كتكون في التنسز. بالنسبه للجمله الثانيه the school clubs organize an interesting environmental campaign الجمله ديال عطاكم الجمله كتبدا ب an interesting environmental campaign. اذا هنايا كيتعلق الامر اذا الامر هنا كيتعلق passive voice. وبالنسبة للpassive voice شفنا فيها مجموعة من الحالات الverb هنا هو organize بمعنى organize هذا في simple past نا organize في simple past إذا الverb to be حتى هو خص يكون في simple past. إذا الverb to be في past هو was organize كما كتلاحظوا كيبقى الverb ed ما كيتبدلش لأنه regular verb وما نساوش يديك by the school clubs هذا هو الجواب بالنسبة للجملة الثانية. بالنسبة للجملة الثالثة most countries closed schools because of the spread بداو لكم جملة due to هنا عطاوكم جملة سهلة جدا ان الى فهمتوا linking words ديال cause ان because of due to owing to thanks to هادو ما كاملين كيدلوا على cause. اذا شنو مطلوب من هنايا وهو due to the spread of COVID-19. اذا هنايا ان في الجملة الاولى because of هذا كيدل على هذا هو linking word اللي عندنا هنايا. العمل اللي غنقوموا به هو غادي نحذفوه وغادي نعوضه due to وكنخليو الجملة كيف ما هي
كما كتلاحظوا هنايا ما بدلنا فيها حتى شي حاجه. اذا الجواب الصحيح هنايا هو هذا: due to the spread of COVID-19 most countries closed schools. اذا هذا ما يتعلق بالسؤال E. Now let's move to question F. Fill in the blanks with the right option from the lists. اذا نعود كيعطوكم هنايا اذا هنا كيعطوكم جمل واختيارات. شوف مثلا الجمله الاولى: What about creating a new Facebook page for our school? هذه الجمله هذه قالها ريك. اذا سوزان باش غادي تجاوب واش غتقول sorry I won't do that again ولا okay I promise we will improve the service ولا what a good idea. اذا ريك شنو قال؟ What about creating, يعني اقترح، قال لك مثلا لماذا ننشئ صفحه على الفيسبوك من اجل المدرسه. اذا سوزان دابا نشوفوا الجمله الثانيه: teacher you are making too much noise. يعني الاستاذ قال هاد المساله هذه to a student، قال له راك كتقوم ازعاج. اذا التلميذ باش غادي يجاوب واش غادي يجاوبوا no problem ولا I'm really sorry ولا I think so. اذا رجع الجمله الاولى الجواب الصحيح غادي يكون what a good idea، يعني يا لها من فكره جيده. بالنسبه للجمله الثانيه غيكون الجواب طبيعة الحال هو I'm really sorry، يعني هنا كيتاسف التلميذ علاش، لانه قام بازعاج في القسم، والطريقه باش كيعبر بها ماشي no problem ماشي I think so، هي I'm really sorry. اذا هذا هو ما يتعلق question F. Now we move to question G. Complete the following exchanges. حوار right ما بين جوج ديال الاشخاص. الحوار الاول هو كالتالي: The conference will come up with solutions to the problems of unemployment. هذه القضيه هذه قالها مار، قال بان هذا المؤتمر غادي يوجد حلول من اجل التخلص من مشكل ديال البطاله، unemployment يعني البطاله. براد مطلوب منه عبركم نتوما بطبيعه الحال to express disagreement. شنو كتعني disagreement؟ بمعنى لا اتفق مع الفكره هذه. الجمله الثانيه: سو could you drive me to the airport please. قالت مش ممكن انك تديني المطار من فضلك. اذا نانسي مطلوب منها انها تجاوب سو، جاوب على الطلب ديال سو. اذا هنايا مجال مفتوح لكم كاملين انكم تختاروا جا اي اكسبريشن كتدل على انا عدم اقتناع او اختلاف في الراي، فهي مقبوله في هذا التمرين، يعني ما كاينش شي حاجه محدده. انا اخترت لكم جوج ديال الحاجات او جوج ديال العبارات، هي اولا I don't think so ولا I totally disagree، يعني لا اعتقد ذلك او انا لا اتفق معك نهائيا. اذا ماشي غير جوج المصطلحات اللي كاينين او جوج العبارات اللي كاينين، مجموعه من العبارات الاخرى اللي كتدل على disagreement، يعني الا كتبتيها كتربح النقطه ديالك كامله بدون ادنى اشكال. بالنسبه نفس الشيء كينطبق على الجمله الثانيه: respond to Sue's request، يعني الطريقه باش كي الواحد كيجاوب على طلب معين. request بمعنى الطلب، اذا الطلب ممكن انه يترفض ممكن انه يتقبل. هنا ما حدولكمش، يعني الا كتبتوا طلب الا قبلتوا طلب مثلا ممكن تكتبوا for example yes of course ولا no problem. إذا رفضتوا قل مثلا I'm sorry I can't مثلا. إذا بالنسبة لهذا الجواب هذا كيحتمل الوجهين، سواء كان قبلتي الطلب أو رفضتي، مادام أنه ما حدولكمش شنو مطلوب منكم بالضبط. قالوا لكم فقط respond to the request، يعني أجيب على طلب ديال سو. إذا هنايا كيف ما قلت، سواء كتبتوا يعني هادوما yes of course ولا no problem، ولا كتبتوا مثلا sorry I can't، يعني كترفض الطلب ديالها كتعتبر الجواب ديالكم صحيح. اذا هذا كان كل شيء بالنسبه لهذا الامتحان الوطني ديال الدوره الاستدراكيه اللي ما يتعلق بسنه 2020 فيما يتعلق ديال مسلك العلوم الانسانيه. كنتمنى انكم توفقتوا في انكم تعطيوا اجوبه صحيحه اللي غتخول لكم ان شاء الله انكم تحصلوا على نقاط جيده. اذا هذا نهايه ديال هذا الفيديو. اذا حتى لقاء اخر. See you in another video. Thank you for your attention. Don't forget to hit like and subscribe to my channel. You can share my videos too. See you with another video.